تكاد تقرأ مشاعر الحزن والأسى في كل عين تمر من أمام عدسة الكاميرا. بعضها يحدق آملاً بالعودة، وأخرى تحدق وتلمح الكاميرا فتغير باتجاه نظرها، متعالية بكبرياء أن تفصح عن ألمها. فأن تنقلب الأمور عليك رأساً على عقب بين ليلة وضحاها، لابد وأن تلك هي سخرية القدر. عام يمر على فاجعة العدوان التركي على أراضي رأس العين واحتلاله لها، ولا يزال يصعب على القاطنين في واشوكاني أن يتعايشوا مع الواقع الذي فرض عليهم. فرغم مظاهر الاستقرار التي يحاولون التعايش معها، إلا أنهم بالآن ذاته محقونون بأمل العودة، فشتان بين الاستقرار في الموطن والاستقرار في مخيم للنزوح كما تقول فاطمة. والله لا يوفقه، والله لا يصلحه، واجعله بالمرض اللي يكرهه، مثل ما خرب بيوتنا الله يخرب بيته. عندي 5 كناين، والخمسة كلهن هذا بيت الكبير. والله يا بنتي وان ضرينا ضرة، والله عنده أغراض بل ما يفتح الله. أخيته الله لا يوفقه إن شاء الله، أخرب بيوتنا. صحيح عيشتنا زينا مكيفين هنا بالمخيم، الله يصلح أهل المخيم، الله يوفقهم، والله يوفق هالدولة ساعدتنا، وكيف خبز كثير، أجل كثير، خير كثير، الحمد لله. أما والله الوطن غالي ورأس العين أخ على رأس العين، والله حرمت الرأس ولا حط عليه حنة إلا أصل رأس العين. أمل العودة يراود الجميع هنا، حتى أولئك الذين أدركوا أنهم خسروا كل ممتلكاتهم، وأن الاحتلال والفصائل الإرهابية التابعة له نهبوا كل ما يملكونه، متكئين بإيمانهم على واقع مشابه حينما حاولت فصائل مسلحة عام 2013 احتلال رأس العين، لكنهم اصطدموا بمقاومة الأهالي الذين ألحقوا هزيمة مدوية بتلك الفصائل. لقد مر على مكوثنا هنا عام كامل، لكن الحياة هنا تمر بصعوبة، لا تتوفر لنا المياه ولا الكهرباء كما ينبغي. لدينا رغبة شديدة بالعودة إلى الديار رغم خسارتي لمنزلي ودكاني، لم أعد أملك أي شيء. نتمنى أن يصلح الله حالنا ونعود إلى ديارنا مجددا. لكن قصة النزوح هذه لم تكن غريبة على الطفل محمد الذي كان يفر منها مرارا، لكنها ظلت تلاحقه حتى أحرقت جلده الفتي بفوسفور الاحتلال. وبعد عام من الحادثة لا تزال الندوب العميقة شاهدة كما لو أنها وقعت يوم أمس. نافي من محمد. اسمي محمد وأنا من كوباني، لكن عندما هاجم الدواعش مدينتي نزحنا إلى منبج حيث دخلها داعش أيضا، مما اضطررنا للتوجه نحو عفرين. وبسبب الاحتلال التركي للمدينة قررنا الاستقرار في رأس العين، لكن بطش الاحتلال لحقنا إلى هنا ومن يده احترق جسدي ولا تزال ندوبي واضحة. لم يكن 9 أكتوبر تشرين الأول من عام 2019 يوماً عادياً كغيره من الأيام بالنسبة لسكان رأس العين، بل كان نقطة فاصلة بدأ فيها الاحتلال التركي بتهجير سكان المدينة تحت دوي القصف المروحي والمدفعي. لكن أمل يوم يكون نقطة فاصلة لإنهاء الكابوس والمعاناة لا زال يلمع في خاطر النازحين.